مشكل التاريخ تاريخ المشكل، مشكل التاريخ تاريخ المشكل. عليك أن تعرف أين بدأت الكارثة. حين تذهب الآن وأنت عليل معتل مريض إلى الطبيب، أول ما يبحث عنه يقول لك الهيستوري، التاريخ المرض، متى بدأ معك، عندك زيارات لأطباء آخرين، دخلت مستشفى، ورجيني كل شيء الهيستوري عشان أعرف أنا إيه البروغنوزس، مآل المرض بعد ذلك، كيف أتعاطى معاه. ما أقدر هكذا أجي لحظة مفردة. ما في أمة أيها الإخوة تبدأ التاريخ الآن، ما في، الأم كلها في قلب التاريخ، في قلب المعمعان التاريخي. ما في لحظة مفردة، لا يمكن أن تأخذ لحظة وتقول هذه لحظة يتيمة في التاريخ سأدرسها منعزلة من وشائجها وعلائقها. لا يمكن لمؤرخ يفهم ما هو التاريخ. وعلى فكرة أقل الأمم وعيا للتاريخ على أنها أكثر أمم كتبت في التاريخ تدوينا الأمة الإسلامية، وهي أقل الأمم بإطلاق وعيا للتاريخ. هذه الأمة على فكرة لديها منطق ضد التاريخ، ضد الوعي التاريخي، لا تؤمن. أكثر سؤال يغيظني، وفي الحقيقة ويعلم الله ذلك، أنا كنت معتزماً أن أجعل خطبتي هذا الأسبوع عن الوعي التاريخي، خطبة أمس، ولكن لأن الموضوع أيها الإخوة لا أقول يؤرقني ويفور دماغي بالأفكار والنظريات فيه، موضوع كبير جداً جداً جداً، لم أعرف كيف ألملم أطرافه لأكثفه في خطبة، فقلت لأعطي نفسي فرصة أخرى لعلي أتكلم في الأسبوع المقبل في هذا الموضوع الذي يغيظني كثيراً. تساؤل الناس، لماذا نبحث هذه الموضوعات؟ ما وهذا يقوله العلماء كما يقوله الجهلاء. إن عذرت جاهلا لا يعرف كوعه من بوعه، كيف أعذر أكاديمي يا أخي؟ كيف أعذر أكاديميا أستاذا جامعيا وأحيانا يكون أستاذا للتاريخ؟ يقول ما فائدة طرح هذه الموضوعات؟ لا توجد أمة أزعم على وجه الأرض إلا أن تكون أمة من جنس آخر غير البشر وغير بني آدم تطرح مثل هذه التساؤلات. كل الأمم أيها الإخوة تدرك أهمية الوعي التاريخي، وتدرك أن الحاضر امتداد، وأنا أقول لكم قبل أن أكمل، امتداد للماضي. أكثر أمة حاضرها مرهون لماضيها الأمة الإسلامية، ما رأيكم؟ بل أنا أقول لكم بحسب الطرح السلفي والطروح السلفية أو المتمثلة في هذه، مستقبل الأمة أيضا مرهون لماضيها، لأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يريدون أن يبتعثوا الماضي كما هو زعموا، مستحيل، كلام فارغ هذا. لذلك لم يبتعث منه إلا اللحى والجلابيب والسواء والإقصاء والتكفير وكذلك، على طريقة بعض أسلافهم، على طريقة بعض أسلافهم. وإلا سلف الأمة سلف طيف سبكتروم، طيف طويل طويل فيه كل الألوان أيها الإخوة، كل الألوان، كل الصنوف، كل التنويعات. هم أخذوا لونا واحدا قاتما قاتما وقال لك سلف الأمة. فماضي هذه الأمة بالذات حاضر ماثل في قلب حاضرها وفي عين مستقبلها. ثم تقول لك لماذا نطرح هذه الموضوعات؟ صح النوم يا أمتي، صح النوم يا أحبابي يا أخي، صح النوم، صح النوم. والله أعانني الله على ما أنا فيه، أنا أقول لكم والله أعانني الله، أحيانا أشعر أنني سأنفجر بما بيني وبين نفسي، واحد يقول كتب الله. تعرفون ما السبب؟ ما السبب؟ هذه أمة لا تقرأ، وأقول حتى لإخوان العلماء المثقفين، أنتم لا تقرؤون، أنتم ناس بطالون. الذين يقرؤون فينا ويقرؤون كثيرا للأسف يغلب عليهم الاتجاه الليبرالي والعلماني واليساري،